هذه سهلة سهلة شباب والله لا سهلة. انظروا انظروا، واحدة اثنان نعم نعم نعم، بمحاولة واحدة كادت أن تكون بمحاولة واحدة شباب للأسف الشديد. يلا هذه محاولة ثانية، يلا والله إنها رايحة للمحاولة اليوم ثبت لي المكيف في البصيص واعطيني قاروره ماء بارده جدا. يلزمني نكون مروق ليفل ماكس لاني راح نكمل لعبه الذكاء من الليفل 75 الى ال100 بثلاثه نجوم. ماني متخيل لحد الان الجراه اللي نملكها اللي تخليني اكمل من المرحله 75 الى ال100 بثلاثه نجوم. والله شباب ان لعبه صعبه جدا، لكن بحول الله الرقم متابعينا راح ينزل هذا التحدي اليوم. اكملوا معي المقطع من الاول للاخير. وقبل ما ندخل في المقطع شباب ايش بيكم، تريدوني اشق ملابسي مره اخرى؟ اشتركوا في القناه حبايبي وضعوا لي لايك من غير ما اقولكم، لاني شباب ليس من عادتي أن أخبر متابعيني باللايك والاشتراك، لكن الآن قربت إلى 3 مليون فيلزمني أني أنكد عليكم. لذلك شباب اللايك، دوس اللايك والسبسكرايز. يلا هو نبدأ بالمرحلة ليفل 76. اجعل نفس الكائن يلامس الجدار الأيمن والأيسر. عندنا فقط هذه المنطقة نرسم فيها. أوكي كم رسمة عندي؟ 3 رسمات. أوكي أول شيء قوس، قوس لهب، وبعدها شباب أشكل له عجلات هنا، عجلتين هكذا لكي يضرب نحو اليمين وبعدها يذهب إلى الفازلين نحو اليسار هكذا. نعم جريه جريه، لكن العجلات شباب لم تؤدي الوجه. ويبقى الامل دائما يا شباب سوف اسوي هكذا قوس، لكن سوف ارمي هكذا عجله هنا وعجله هنا، سوف اجعله هكذا تتمطمط العجله لكي تذهب نحو اليمين اكثر، نعم وتجعله يذهب نحو اليسار اكثر. اوقف كلا العجلتين، اوكي شباب عند عجلتين تتحرك، يلزمنا ان نوقفهم برسمه واحده ولا يمكننا الدخول من هذا الخط الاحمر. أوكي. ايضا عندنا الوقت شباب 10 ثواني، يلزمنا لا نتجاوز 10 ثواني لكي ناتي بثلاثه نجوم. سوف اجرب هذا الشكل شباب لعل سوف يضبط. لا وقف العجله واحده، يلزمنا نوقفهم الاثنين. سوف اجرب اضع ورم هنا شباب، سوف يوقف هذه العجله على الحركه، وبعدها اشكل فيه هكذا عصا هنا، هذه العصا سوف توقف العليا، ان شاء الله فقط تتوقف شباب، يا رب يا رب تتوقف. لم تتوقف شباب مشكل. لحظه شباب خطه اخرى، سوف اجعل العمود هذا يمر هكذا، وبعدها اجعل فيه هكذا نتوء هنا، لعل هذا النتوء هو الذي سوف يوقف العجله العليا، نعم هكذا ان شاء الله تنجح خطتي يا رب، نعم نجحت، ياس 3 نجوم، يا على ما اظن شباب ليست 3 نجوم، لان لم التزم بالوقت، نعم شباب لم التزم بال10 ثواني، الزمن بسرعه هكذا بسرعه الضوء، ها 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 يلا بسرعة الضوء شباب ان شاء الله انها تضبط. يا رب يا رب يا رب بسرعة بسرعة بسرعة، الوقت يمضي الوقت يمضي، ثانيتين يا الله يا توقف شلتها كلها. الله تبقى مازال امل، مازال امل الرقى، نعم هذه 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 هذه، توقفي توقفي بنت حرام توقفي بنت حرام. يا رب يا رب يا رب يا رب، نعم هذه هذه هي، نعم الوقت مضبوط برسمه واحده، كل شيء مضبوط 3 نجوم. اجعل الكره تلامس الجدار الايمن، اوكي العجلات تدور نحو اليسار، نعم 100% تدور نحو اليسار. عندنا رسمه واحده، اعمل هكذا منحدر وبعدها اعمل هكذا لكي انقلها الى الجهه الاخرى، انقل الكره الى الجهه الاخرى، نعم هكذا هكذا، نعم اذهبي اذهبي الى الجهه الاخرى، خلاص مري امشي. يلا شباب الان تبقت السرعه فقط، بسرعه على الوقت، الوقت انتهى. كيف انقلها الى اليمين بهذه السرعه؟ مستحيل. ساعمل هنا هكذا سبر وبعدها اجعله يضرب هنا، لعل سوف يقلب العجله من العكس، لكن ان شاء الله فقط تصل الى في الوقت المناسب. يلا يلا بسرعه بسرعه، 5 ثواني تبقت، يلا بسرعه بسرعه، نعم نعم نعم، يلا ثانيتين ثانيه واحده، يا الله الان السبر هكذا، يلا يلا بسرعه 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 بسرعه، ما عندنا وقت، يا الله ثقيل هكذا على ما اظن. يلا اللي نرى تبقت 6 ثواني، 5 ثواني، يلا 3 ثواني، نحن نستطيع، نعم نعم نعم، ييييييس والله باخر ثانيه. ضع 3 كرات في الصندوق البرتقالي، اوكي عندنا 4 رسمات، جيد جيد شباب هكذا. اول شيء سوف نسقط هذا الصندوق وبعدها امسك الكرات، لحظه سوف يسقط الصندوق وبعدها نفكر كيف نضع الكرات داخل هذا الخرا هذا. يلا اوكي اغلق هذا شباب، هذه المرحله تعتمد قليلا على العشوائيه، سوف امسك هذه هنا ان شاء الله فقط ياتي الصندوق البرتقالي مناسب للتفريغ، لما ياتي مناسب للتفريغ سوف نبدا بالتفريغ الان هكذا. يا رب يا رب، نعم ادخل ادخل ادخل، 3 فقط احتاج 3 احتاج 3 احتاج 3، نعم يس. اقلب الصندوق البرتقالي، يلا شباب لازم نقلبها راسا على عقب، جبل نيوتن الجليدي سوف يفقمه لكنه لم يفرم. جرب مره اخرى شباب، اضربها في الشفير هكذا، نعم نعم يا ساتر يلا فقط ياتي مقلوب، فقط ياتي مقلوب، يا الله فين دخل هذا؟ نعم 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 نعم، اثبت اثبت يا ابن الحرام، ما عاد وقت ما عاد وقت، 0 اثبت اثبت هنا، اثبت 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 اثبت، نجم نيوتن الذكر، هيا اضربه 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 ضربه جيد، نعم هذا ما اريده، يا الله اجلس اجلس اهدى اهدى، اوكي هكذا هل يعتبر انقلب؟
ما أدري يا شباب، ما أدري، هل يعتبر انقلب هكذا؟ ما نعم نعم خلاص، ثبت ثبت، الوقت مناسب، رسمتين فقط، كل شيء بكل أدنى فاصل، اجعل الكرة تلمس الجدار الأيمن. المشكل عندي رسمة واحدة يا شباب، هذا هو البرابلم أو البروبلم. هكذا سأجرب، هكذا لنجرب، هكذا شباب، ما أدري هل سوف تضبط أو لا. هكذا نعم نعم، انفتحي انفتحي، هيا لنرى، هكذا شباب، نعم 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 نعم، هذا هو، هذا زي ما بدي زي ما بدي، لكن الوقت إن شاء الله الوقت فقط ثانية واحدة، تبقى ثانية، يا رب يا رب يا رب. ما عليك الرقة، هدوء، نحن نستطيع. والله يا شباب أنا في المرحلة 81، ما تبقى شيء، يلا بسرعة. يلا حبايبي ما في أي شيء يقلق، هذه هي خطتنا، والله إنها سهلة جدا، فقط الوقت، فقط الوقت يا ابن الحارة. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة، اضربي اضربي، نعم يلا، الوقت، مشكلة الوقت، 3 2 1، يس يس، اجعل الكرة تلمس الجدار الأيمن. عندي رسمتين، أوه سهلة يا شباب، هكذا سفينة نيوتن، هكذا لنرى، نعم 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 نعم، يا الله. أبشف أجرب الغراف هكذا، نعم يا الله. لو كانت هذه الكرة تتنطنط فقط يا شباب، هي مشلولة، لا تقفز لا تقفز، القوس اللانهائي، هيا نعم نعم نعم، اغرف أبوها برسمة واحدة، ما أحتاج رسمتين. اجعل كائنا يلمس الجدران الأربعة، أوكي الجدران الأربعة، كم رسمة؟ رسمتين، أوكي جيد شباب، بما أن عندنا رسمتين فهذا يعني أنها جيدة. هكذا وبعد خط طويل هنا، هكذا أوكي، العلوي تم لمسه، الجانبي تم لمسه، والسفلي لماذا لم يتم لمسه السفلي؟ سوف أعمل قوس هكذا يا شباب، وبعدها أشكل نقطة هنا، إذا لمست العلوي فخلاص فاللعبة تصبح سهلة على ما أظن، على ما أظن طبعا. هكذا سوف أجرب، العلوي تم لمسه، السفلي تم لمسه، وهذا تم لمسه، كيف ألمس؟ كيف ألمس كل شيء؟ كيف أمس كل شيء؟ كيف؟ اللحاس الأبدي، أوكي هكذا، هذا اللحاس سوف يلمس هذه، وبعدها سوف يلحس كل شيء، هكذا يلحس هذه ويلحس هذه، لكن كيف أنقله إلى الأخرى؟ مشكلة الآن، نعم سوف أجعل الكرة هنا، وإن شاء الله ما أندم عنها هذه الكرة، مع أني سوف أندم، أوه يس اللحاس. اجعل شيئا يلمس الجدار الايسر، اوكي يا شباب الجدار الايسر هنا مغلق، يلزمنا ندخل من الجهه الحمراء من هنا، سوف ارسل نقطه شباب، بعد ارسل لها ورم سوف يضرب هذه النقطه وينقلها الى اليسار، لكنها لم تنقل، نقطه وورم، هكذا سوف يضرب هذا الورم ويجعلها تذهب الى الجهه الاخرى، لكن انظر يا شباب حتى هنا مغلق الجدار، والله انه مطور ابن حرام. اعمل هكذا يا شباب وبعدها اشكل نقطه، هذا الشكل سوف يضرب النقطه ويجعلها ترتفع، يا الله ايها المطور ليش حرمني، والله حرمتني يا شباب ذلك شوفير حار، اذا شكلته هو يسبق النقطه، ماذا افعل هذا يا اخي، يسبق النقطه هذا الخرا، والله لو ضربتها هذه فخلاص، لو ضربتها خلاص، اوكي اوكي نقرب الراس، هذه راسيه، نريد راسيه ترفع الراس، راسيه ترفع لي راسي، لكن هذه دأت لراسي وطقطقاتها الطقطقه العظيمه امام متابعي وامام البشر كله، والله انها حركة اسطورية. ضع شيئا داخل الصندوق البرتقالي وهو عامل لي هكذا، كيف كيف ادخل له هكذا، يا رب 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 يا رب، هذه يا شباب تعتمد على الصدفة، الصدفة المبينة هذه فقط، هنا يا رب، بسم الله، اوكي يا الله ايش التكنيك، ما هذا التكنيك يا الرقعة، 3 نجوم بكل ادنى اناقة، اوكي الان في المرحلة 86، يلا اوشكنا على 100 برسمة واحدة، اجعل الكرة تلمس الجدار الايمن، هذه يا شباب سوف اغلق عن هذه الكرة البنفسجية واجعلها تضرب الكرة البرتقالية وتذهب الى الجهة اليمينية، نعم الوقت كم؟ يا عندنا وقت واسع جدا وبرسمة واحدة بكل سهولة، نطور اللعبة، اجعل الكرة تلمس الجدار الأيمن ب3 رسمات، ما يحتاج 3 رسمات، هذه سهلة جدا شباب، يلا سأحاول أضربها بورم هكذا، إيه أوكي، يلا هذه سهلة برسمتين فقط، الوقت كم؟ 3 ثواني، إيزي، إيش بينا مطور اللعبة؟ تريد تخلي لي فيديو قصير؟ طور حبيبي طور، المتابعين يرسلوا لي جيميل، ضع شيئا داخل الصندوق البرتقالي، أوكي كم عندنا رسمة؟ 4 رسمات، ديم يا العدد الرهيب من الرسمات، أوكي هكذا شباب سأجرب، لحظة شباب هذه سوف تضبط بحول الله، هكذا يلا بسم الله، دوري دوري يا أرضنا الحلوة، دوري لدي 4 رسمات شباب يلزمني كلهم أستغلهم، يلا هكذا رسمة 2 وهذه الثالثة وهذه الرابعة والأخيرة، لو نقرها لكان فم بيضة نيوتن، هيا 1 2 نعم 3 يلا 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 4 5 يا الله لو كانت ضربة جيدة، هل سوف تضبط شباب 5 ثواني؟ إذا تتوقع ضغط لايك، إذا تتوقع ضغط سبسكرايب في القناة، لكن نعم اكبر الشكل قليلا يا شباب هكذا، يلا يلا بسرعه 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 بسرعه، ما عندنا وقت ما عندنا وقت ما عندنا وقت، يا الله نعم هكذا، اوه الوقت 9 ثواني 8 7 6 5
أربعة ثلاثة اثنان واحد. إبليس إبليس الرجيس. نعم بكل سهولة ضع شيء أن دخل صندوق البرتقالي. أوكي برسمتين. هذه المرحلة يا شباب اليوم ليلتنا عسيرة مع هذه المرحلة بحول الله. أعطوني الوقت أعطيكم الاحتراف. نعم في القطب ثنائي الشوفير بكل أدنى بازلين. ضع الكرة في الكأس. هذه على ما أظن سهلة يا شباب. تشلبي نيوتن هكذا سوف يسقط الكأس لكن إن شاء الله ما يعرقلني في إدخال الكرة. نعم رح يعرقل. لذلك شباب هل أستطيع أن أسقط الكأس من هذه الجهة؟ لا أظن شباب سوف أزيد كتلة هنا لعل أستطيع إسقاطها من هذه الجهة. لا أستطيع. حاول ضربها بجبل نيوتن الجليدي هكذا. أوكي هنا أستطيع وبعدها نعم 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 يا رب يا رب. واحد 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 صفر. ييييييس والله في آخر لحظة. اجعل الكرة تلمس الجدار الأيمن برسمة واحدة على ما أظن سهلة إذا ما خاب ظني. لا يوجد مربع هنا. لحظة شباب هكذا وبعد أقول هكذا وأجعل نقطة هنا سوف تضرب هكذا. نعم مازال قوس هكذا يدور على كل الماب لنرى هكذا. اوه نعم هذه قوس يدور على كل الماب. هذا هو الحل 100% يا شباب. فقط لحظة يحتاج إلى القليل من الإعادة القليل من المحاولات. نعم سوف تضبط بحول الله هكذا. يلا 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 بس يا الله. هيا أيها الغراف إبليس أيها الغراف انقذوني مهاراتي انقذوني. هل من مهارة تتجاوز هذه الخارة؟ الطور الرابع. هيا يكفيها هذه خلاص يكفيها يكفيها. نجم نيوتن هيا. اوه لو ضبط. اوكي يلا الوقت 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 مشكل هذا الوقت مشكل هذا الخرى. الوقت سرعة الضوء كيف اسويها بسرعة الضوء انا هذه؟ ما عاد في اسرع من هكذا اذا ضبطت هذه. ما عاد في اسرع من هكذا ما عاد في اسرع من هكذا ما عاد في اسرع من هكذا. ضع شيء ندخل الصندوق البرتقالي. عندنا اربع رسمات. هذه ليست سهلة فقط بل فاتت السهولة يا شباب. يلزمني اضع شيئا فقط داخل الصندوق البرتقالي لكن كيف؟ هذا السؤال الذي حير العلماء. كيف 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 ميزان نيوتن الفوري هكذا اضرب ابوه. نعم هذه هذا ما في الامر. يلا فقط شباب نحتاج قليل من المحاولات سوف تضبط هذه الرقعة. انزع علينا ضد القز. هذا نقطة هنا. نعم ليس نعم ليس نعم كذا نقطة هنا ليست نعم. هذه احاول انزل من ميزان نيوتن هنا هكذا. لا لا احاول اضربها بكل قوة يجعله ينزل قليلا هذا. مضرب نيوتن هيا. مضرب نيوتن هيا هيا يس يس بكل سهولة. يلا اجعل الكرة تلمس الجدار الأيمن رسمتين فقط. مهارة نقار الخشب. يلا يلا يلا, يلا فقط تضربها. مستحيل هذه يا شباب. حاول أضربها من هنا هكذا. هل سوف تتحرك؟ مشلولة نهائيا واحلة. أجرب هكذا وهكذا وأجعل كتلة هنا هكذا. نعم نعم هذه هذه إيهو ويهو ويهو. ثلاثة نجوم بكل فازلين. اجعل الكرة تلمس الجدار الأيمن. ثلاثة رسمات على ما أظن ضربة واحدة قوية سوف تصل على ما أظن. هذه يا شباب أتذكر في الشورت ولم أستطع تجاوزها من غير ثلاثة نجوم. فما عادك ثلاثة نجوم بالوقت وما أدري إيش. مستحيل مستحيل طبعا. هذه لولا الهدوء شباب لا أستطيع أن أتجاوزها. حطوني قليل من الهدوء فقط هكذا. يا رب يا رب يا رب يا امشي امشي. نعم نعم يا الله لكن عالية طريق عالي لكن ما علينا شباب. هيا افعلها الآن. مرتفع مرتفع جبل جبل. اوكي هل تتجاوزه؟ اوه تجاوزته يا الروقة. ما شاء الله ما شاء الله يا الله يس يا الله. ايش ذا العبط. تعبت يا شباب من هذه الصعوبة بأربع رسمات. لحظة هذه اقولها هكذا. اوكي بعدها اذهب الى هذه انقلهم هنا هكذا. اوكي لحظة 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 بنياتي بنياتي انتظروا. اكتشفت طرف الخيط يا شباب الصراحة. اكتشفت طرف الخيط خلاص. اول شيء هكذا ثاني شيء هكذا ورابع شيء. لحظة انا قادم انا قادم. ادخلوا ادخلوا مرحبا بكم. ادخلوا تفضلوا تفضلوا مرحبا بكم تفضلوا مرحبا بكم. واحدة اثنان ثلاثة بكل ادنى فضلين. لم اكن اتوقع اني راح اتجاوزها بهذه السرعة يا شباب برسمة واحدة واحدة. ديم والله المطور عمل لي أربعة شباب تجاوزتها في واحد. ضع شيئا دخل الصندوق البرتقالي برسمتين. رسمتين. اوكي عصا ماوكلي ومعها نقطة. يلا هذه سهلة هذه حتى هذه سهلة على ما أظن شباب. الأوليم بعده نقطة هكذا. نعم ايزي ميزي فيزي. يلا أوشكنا أن نصل إلى المرحلة 100 يا شباب. والله نجحنا يا شباب نجحنا الحمد لله نجحنا في هذا الاختبار. هذه ثلاثة رسمات يلزمنا. اوكي وبعدين العبط. اوكي هذه يا شباب يقول لك يلزم تضرب هذه وبعدها تثبتها هنا
وبعدين ما ادري ايش اسوي بعدين. خلاص عرفتها. هيا اضرب اولا، اضرب ابوها هذه هكذا، وبعدها اقول هكذا، انتظر الان نعم يس. ضع الكره في صندوق البرتقالي وكما رسمتين. هذه سهله شباب، والله سهله. انظر واحده اثنان، نعم بمحاوله واحده شباب، للاسف شديد. يلا هذه محاوله ثانيه، يلا والله انها رايحه للمحاوله المئة. بسم الله، واحد اثنان، نعم هذه هي يس. المرحلة ما قبل الأخيرة، ضع الكرة في صندوق البرتقالي. ثلاثة رسمات، هذه وجدتها خلاص شباب. رافعة نيوتن أول شيء هكذا، أوكي بعد أمسك رافعة نيوتن شباب. أول شيء أرفع أبوها هنا، لم ترفع يا شباب كما ينبغي. هيا هكذا ارفعي، ليس كما ينبغي. الهدوء أساس الحياة شباب، الهدوء أساس الحياة شباب. الصراحة لما ترون الرقة هدأ، رعب. هذه المرحلة الأخيرة، ضع الكرات في صناديقهم، كل واحدة تذهب في جهة. كمان برو، كم رسمة؟ ست رسمات. أصعب مرحلة شباب، أصعب مرحلة. يلا حتى بطارية الكاميرا سوف تنفذ من قوة التصوير. الآن اضرب أبوها. تعالي أيها البرتقالية، يلزمنا أن نرفعها إلى صندوق هذه الآن. يا الله، بعد عني الكرسي الخرا، خليني أركز. بسم الله، هيا واحدة يا رب. اوكي جيد شباب، ادخلنا الاولى في مكانها. تبقت هذه الزرقاء بنت الحرام، هل سوف تدخل او لا؟ اذا توقع ضغط لايك، اذا بتتوقع اشتركي في القناه. نعم دخلت يس، من ال 75 الى ال 100 بثلاثه نجوم. والله اني اسطوره يا شباب. شكرا حبايبي على متابعتكم المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. كان معكم الروقة، ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله، وباي باي حبايبي.